بونجور جو سام تو الموند، ميزون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. فيرنس فوكس قناه مختصه في كل انواع الهجره حول العالم. هناك كل المتابعين واي شخص يشاهد هذا الفيديو، اتمنى ان تكونوا بالف خير وبصحه جيده. فيديو عاجل، هنا حكومه كندا تطلق تاشيره مجانيه التقديم لجميع الدول العربيه وكل الجنسيات الاخرى من خارج كندا. هنا لا تفوتوا هذه الفرصه، سوف اشرح لكم اسم التاشيره، معلومات على التاشيره والمميزات، شروط التاشيره وطريقه التقديم الى هذه التاشيره اونلاين وبدون دفع اي رسوم في الموقع الرسمي التابع لحكومه كندا. هذا هو الموقع الرسمي للتاشيره التابعه لحكومه كندا كما تشاهدون، Government of Canada، وهذا هو اسم التأشيرة ترانزيت فيزا. هنا سوف أترك لكم رابط موقع التأشيرة مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. إذن كل معلومات فيديو اليوم سوف تكون رسمية وسوف أشرحها لكم من الموقع الرسمي التابع لحكومة كندا. هنا سنترجم الصفحة للشرح لتفهموا جيدا. فيزا ترانزيت معناها تأشيرة العبور، وهي وثيقة رسمية نضعها في جواز سفرك فيزا، وهي تثبت أنك ستوفي متطلبات العبور لمدة تصل إلى 48 ساعة عبر مطار كندي. هنا يمكن أن تكون صالحة للدخول مرة واحدة أو مرتين حسب خطط سفرك، ويجب عليك استخدام تأشيرة العبور الخاصة بك قبل انتهاء صلاحيتها. هنا السؤال المطروح، كيف سوف أدخل إلى كندا عن طريق هذه التأشيرة؟ هنا الإجابة، هذه التأشيرة عبارة عن فيزا ترانزيت، تأشيرة عبور في كندا. هنا معناه سوف تقوم بحجز تذكرة ذهاب وإياب إلى بلد تريد زيارته. لديه ترانزيت، معناه سوف تتوقف في مطار كندا وبعدها ستواصل سفرك إلى ذلك البلد. مثلا لدينا الجزر كالبهاماس مثلا كمثال، والكثير من البلدان التي لديها ترانزيت تأشيرة عبور من كندا. إذا هذه طريقة سهلة جدا لدخول كندا عن طريق هذه التأشيرة. إذا شرحت لكم معلومات على التأشيرة ومميزات التأشيرة. هنا سوف نشرح الأشخاص الذين يمكنهم التقديم إلى هذه التأشيرة. سوف نضغط على هذه الخانة، من يمكنه التقديم هكذا. هنا لدينا الأهلية، الشروط أو الأشخاص الذين يمكنهم التقديم إلى هذه التأشيرة. هنا تحتاج إلى تأشيرة عبور إذا كنت من دولة تطلب تأشيرة، وتتوقف رحلتك الدولية في مطار كندا في طريقها إلى دولة أخرى كما شرحت لكم سابقا. سوف تكون متصل بين رحلتين دولتين في مطار كندي ترانزيت، سوف تمر عبر كندا في 48 ساعة أو أقل، ليس لديك تأشيرة زيارة صالحة. إذا هنا الأشخاص الذين لديهم فيزا سياحية أو تأشيرة سياحية لكندا لا يمكنهم التقديم إلى هذه التأشيرة. إذا هذه هي الشروط الأهلية أو شروط التأشيرة. هنا يشرحون الأشخاص الذين لا يستطيعون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور ترانزيت فيزا لكندا. هنا إذا كانت مدة عبورك عبر كندا تكون أكثر من 48 ساعة، هنا لا يمكنك التقديم إلى هذه التأشيرة. تخطط لزيارة كندا حتى لو كنت مسافرا بالطائرة ولمدة أقل من 48 ساعة. إذا كانت تأشيرة أقل من 48 ساعة في كندا، هنا لا يمكنك التقديم على فيزا ترانزيت. أيضا لا يمكنك التقدم بطلب الحصول على تأشيرة عبور فيزا ترانزيت إذا كنت من دولة طلب تأشيرة وتعبر الحدود عن طريق حافلة، سيارة، قارب، سفينة. إذا للتقديم إلى هذه التأشيرة يجب فقط السفر بالطائرة جوا، وأيضا يجب أن يكون لديك جواز سفر ساري. وأيضا هنا بعض الأشخاص الذين لا يسمح لهم بدخول كندا لهذه الأسباب كما تشاهدون. إذا أتمنى أن تكون هذه النقطة مفهومة للجميع. هنا سوف أترك لكم رابط الموقع الرسمي لشروط التأشيرة والأشخاص الذين يمكنهم التقديم لطلبها مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا لدينا كيفية التقديم إلى هذه التأشيرة، سنضغط في هذه الخانة كيفية التقديم هكذا. هنا يشرحون كيفية التقديم إلى هذه التأشيرة.
هنا سوف تقوم بإنشاء حساب وقم بتسجيل الدخول في موقع الـ ARCC التابع لحكومة كندا. هنا بمجرد حصولك على الرمز يمكنك إنشاء حساب في البوابة وتسجيل الدخول. هذه الخطوة الأولى. لدينا الخطوة الثانية، سوف تقوم بإكمال النموذج عبر الإنترنت وتقوم بتحميل المستندات المطلوبة، وذلك بعد الإجابة على جميع الأسئلة ستحصل على قائمة بالمستندات التي ستحتاج إلى تحميلها. يتضمن ذلك المستندات التي تدعم طلب التأشيرة الخاص بك. إذن خطوات سهلة جدا للتقديم إلى هذه التأشيرة أونلاين. هنا سوف أترك لكم رابط الموقع الرسمي للتقديم إلى هذه التأشيرة أونلاين مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا بعد التقديم سنرى هذه الخطوة، سنضغط هكذا. هنا يشرحون الخطوات التي سوف تقوم بها بعد التقديم، مثلا القيام ببصمات أصابعك وصورتك، البيانات الحيوية. هنا يشرحون كيفية تقديم البيانات الحيوية بالضغط على هذا الرابط كما تشاهدون، تعرف على كيفية تقديم البيانات الحيوية. هنا وقت المعالجة يختلف حسب البلد، يمكنك أيضا الضغط على هذا الرابط، التحقق من أوقات المعالجة حسب كل بلد أو دولة. هنا يشرحون أنه لن تحتاج إلى تقديم البيانات الحيوية مع طلبك، لا يشمل وقت المعالجة هذا الوقت الذي تحتاج لتقديم البيانات الحيوية. إذن القيام بهذه الخطوة سيكون بعد تقديم الطلب. هنا سوف يقومون بمعالجة طلب التأشيرة العبور الخاص بك بعد إرسال الطلب إليهم مباشرة. هنا سوف يتأكدون بأن الطلب مكتمل ويحتوي على جميع المستندات المطلوبة. وهنا يشرحون باقي الخطوات الأخرى يمكنكم قراءتها، وسوف أترك لكم رابط الموقع الرسمي بعد تقديم الطلب مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا فيما يخص رسوم التأشيرة، التقديم إلى هذه التأشيرة من الموقع الرسمي التابع لحكومة كندا دائما مجانية فخي كما تشاهدون. إذن لا تضيعوا هذه الفرصة، قدموا إلى هذه التأشيرة فهي مجانية في حالة القبول الحمد لله. وإذ تم رفضكم في هذه التأشيرة لن تخسروا أي شيء فهي مجانية فخي. هنا نفترض الحمد لله قدمت إلى التأشيرة وتحصلت على قبول، هنا يمكنك البقاء في كندا عن طريق هذه التأشيرة. مثلا إذ لديك صديق أو عائلة يمكنك استقبالك في كندا، وهنا يمكنك البحث عن طريقة لتسوية الوضعية الخاصة بك عن طريق هذه التأشيرة، البحث عن عمل إذ أمكن، مثلا استشارة محامي هجرة هنالك في كندا، البحث عن مكاتب هجرة لمساعدتك في تسوية وضعيتك في كندا، القيام بلجوء بالنسبة لهذه التأشيرة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حروب مثلا كفلسطين. المهم هنا الهدف من هذه التأشيرة هو العبور ودخول كندا بطريقة قانونية ورسمية. إذن هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم، شرحت لكم التأشيرة شرح كامل. هنا أعيد وأكرر، سوف تجدون كل روابط التأشيرة مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. لايك، بارتاج، اشتراك في قناة فينس فلوكس دعما للمجهود. شكرا على المشاهدة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.